وأقول له أني أحبه هواية. بعشين بعشين. لا بس الحكي بده يوصل له حكي غلط، يعني غلط. أنا ما أحكي عليه لأني يعني هو كلش عزيز علي. الطرف الثالث دائما هو المسؤول، مو اي يعني مثل ما هو الوضع احنا بالعراق نقول الطرف ثالث طرف ثالث. هي العراق عباره عن عائله، فبالضبط الامر يتكرر بالعائله الوحده. من يدخل طرف ثالث يزرع هاي المشكله. سامح المخطي اذا تقدر تسامح، كل شيء زايل وحتى الجرح زايل، كل شيء زايل من الدنيا ورايح، وش بتعطي في حياتك بالمقابل؟ سامح المخطي إذا تقدر تسامح، كل شيء زايل وحتى الجرح زايل، كل شيء زايل من الدنيا ورايح، وش بتعطي في حياتك بالمقابل؟ تابعينا الاعزاء، متابعي وكالة الداعي نيوز، تحية طيبة لكم أينما كنتم. حلقة جديدة من برنامج صفي قلبك نلتقي احنا وياكم بها اليوم. نلتقي الآن مع العائلة. سلام عليكم. عليكم السلام. شلون الأحوال؟ رمضان كريم عليكم أجمعين إن شاء الله. يا رب يعود عليكم بالخير والبركة. أجمعين الله إن شاء الله أجمعين. أم منو؟ أم علي. أم علي. وياكم برنامج صفي قلبك من وكالة الداعي نيوز إن شاء الله. البرنامج هو مبادرة من وكالة الداعي نيوز لإشاعة روح التسامح والمحبة بين أهلنا وناسنا العراقيين إن شاء الله. البرنامج من فقرتين، الفقرة الأولى سؤال وجواب، والفقرة الثانية رح نتكلم على قضية الزعل القطيعة، خصوصا الزعل اللي يؤدي للحقد والكراهية. رح نبدأ بالفقرة الأولى. إحنا عندنا عدة أظرف، تختاروا لي واحد من هذه الأظرف، رح يطلع سؤال. طيب يمك المايك ومعلي يبقى شوية. زين، شنو معلوماتكم عن عالم الحيوانات؟ عندكم معلومات يعني؟ تمام. السؤال يقول ما هو أكبر حيوان في الكرة الأرضية؟ من حيوان يعتبر ديناصور؟ لا، الديناصور هو تعرفين هي من الحيوانات المنقرضة، حيوان موجود الآن على الأرض. أكبر حيوان ها؟ البحر؟ البحر؟ إيه. قرش؟ لا قريب عليه. بالضبط الحوت. بس واحد أكو نوعية من الحوت، الحوت الأزرق. ها؟ أحسنت عفوا، الحوت الأزرق. معلومة بسيطة لحضرتكم وللمشاهد، الحوت الأزرق هو حيوان ثديي بحري يقدر طوله 30 متر ووزنه يبلغ 170 طن أو أكثر، وأنه يعد أكبر الحيوانات المعروفة على الإطلاق. جسم الحوت طويل ونحيل، وهو ملون بعدة ألوان متدرجة، فهو مراد رمادي مزرق عند الظهر وأفتح لونا في الجانب السفلي. للحوت الأزرق 5 سلالات مختلفة تتراوح أعمار الحيتان الزرقاء بين 35 إلى 80 عام. ربحت ويانا جائزة من مقدمة من شركة دار العطية، مجموعة منظفات. تمام؟ أم علي راح نجي للفقرة المهمة. أسألك أول شيء، أنتوا زعلانين من شخص؟ أكو شخص زعلان عليكم؟ أي زعلان. أنت زعلانة؟ أي. نقدر شوية نعرف شنو الأسباب لو خاصة؟ لا هي يعني خاصة زين، بس يعني شلون يعني التجاوز هو يبقى حقد بالقلب، يعني واحد من يتجاوز على واحد زين فيبقى بقلبه يعني ما يقدر يسامح. احنا نريد نركز على هاي النقطة. اكو حقد واكو شيء يسموه يعني مثل الهضيمة والألم والجرح بالقلب. كلش هاي انا من ازعل ويا شخص تجاوز علي، هذا ربما اريد احسسه انه يا فلان ترى انت تجاوزت، انت خطأت بحقي. اما الحقد والكراهيه شويه، الحقد يؤدي الى امور ربما لا هو مو حقد حقد بمعنى الحقد طبعا. نعم. هو الحقد يؤذي يعني زين. بس لا يعني شلون
قولتك ماخذ يعني القلب من عنده يعني. ما شوية اجيتي على نفسك وحاولتي تصالحي؟ أبد أبد، وحاولوا يعني رادوا كلهم يجون علي ويتوسطوا، بس أنا ما أقدر. زين، هو ما يعني هذا الشخص هو شخص واحد؟ شخص واحد، ما متقابلين. قريب عليك؟ اي قريب عليك. زين، من العائلة يعني؟ اي اي من العائلة. اي يعني هو أقرباء. برنامجنا احنا خلال هاي الحلقات السابقة كنا نركز دائما على المشاكل اللي بتحدث أو الخلافات اللي بتحدث بالعائلة الوحدة، لأنه مع كل أسف هسه ربما أنت عندك فد عذر أو حجة للزعل من هذا الشخص، ولكن مع الأسف بعض أكثر الأشخاص يزعلون من أخ لهم أخت لهم، ممكن حتى الابن قام يزعل من أبوه أمه لأسباب تافهة. لا مو تافهة. القصد هذا الشخص ما أجي مثلا قال أم علي أنا أعتذر منك وأنا خطأت بحقي. لا لا لا. زين اللي يجوج عني. أي. شنو اللي ينقلوا له رسالة؟ ينقلوا له مو رسالة. اللي ينقلوها إلك منه يعني. رسالة سوء. يجيبوا لي عنه حكي مو شيء ويودوا له حكي بأنه قالت إيه هالشكل عليك. زين. ويروحون عليه يقولوا له قال هالشكل يعني هالشكل. وصلنا للنقطة الأساس. أي. يجوز هؤلاء إحنا دائما هذا يسموه الطرف الثالث. أي. الطرف الثالث اللي هو يشعل الفتنة. يؤدي للكراهية اللي بيناتهم. هو ما بادر يعني إنه يصير الكلام مباشر. لا لا. يعني ما التقينا. إحنا برنامج صف في قلبك ما بيها مجال. لا لا أبد. 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 زين. احنا على عن طريق شاشتنا اذا هذا الشخص يسمعنا يجوز اذا هو اعترف بالخطا وصل رساله لك ام علي يا ام علي انا اعتذر منك وانا خطأت بحقك واقول له اني احبه هوايه هاي بعد شنو لا بس الحكي بده يوصل له حكي غلط يعني غلط انا ما احكي عليه لاني هو كلش عزيز أم علي الكاميرا مالتي شي يعني أقول له أنت عزيز علي وأني أحبك وأنت أخويا زين أي كل عام وأنت بخير يعني ورمضان كريم عليك مو قلت لك الحكي اللي نقلوه بيناتنا هو اللي أدى إلى يعني المكرهانية هواية خليني أنا راح أحكي وياك هسه إحنا أبو فلان اللي أبو فلان اللي زعلان من أم علي الحكي اللي ينقلوه لك حكي مو صحيح تمام نتمنى إحنا برنامج صفي قلبك من وكالة الداعي نيوز نتمنى أن تذهب لأم علي العيد ما بقى له شيء احنا نتمنى لو بالعيد لو قبل العيد تصافى قلوبكم أن تذهب لأم علي تتصل عليها وإذا أنت تعترف بنفسك أنه أنت خطأان بحق أم علي نتمنى من عندنا أن نترجاك احنا أني شخصيا وجميع كادر برنامج صفي قلبك أن تذهب لأم علي أو تتواصل ويها بأي وسيلة كان وتوضح لها وتقول لها أنه أني على خطأ أو أني خطأت بحقك رسالة أخيرة أم علي للأشخاص اللي يسيئون إلنا أو إلج شو تقول لهم يعني؟ أقول هي الدنيا خلصانة وما تسوى واحد يسيء الواحد زين أي يعني اللي يخطأ يعترف بالغلط مالته زين أي ويسامح ناس السامح ناس أخير مرة أسألك أي ما بيها مجال؟ لا لا منا أبد يلا بعد احنا نتمنى انه يسمع تسلم. صوتنا من خلال برنامجنا تسلم. وان شاء الله يا ربي واذا صار اتصل بيكم اتصل بيك او تواصل وياك اتمنى اي لو تراسلينا مثلا على صفحه الوكاله وتقول لنا صافت القلوب حتى احنا شويه نفرح حقيقة. ان شاء الله تسلم. شكرا لكم علي يا رب رمضان كريم عليكم الله يحفظكم ان شاء الله في امان الله اهلا وسهلا تابعينا الاعزاء نلتقي بالعائله الكريمه السلام عليكم شلون الاحوال رمضان كريم عليكم علينا وعليكم رمضان كريم عليكم صحيح. برنامج صفي قلبك من وكاله الداعي نيوز اهلا وسهلا البرنامج هو مبادره من وكاله الداعي نيوز لاشاعه روح التسامح والمحبه بين اهلنا وناسنا العراقيين مشكور تمام البرنامج بفقرتين الفقره الاولى سؤال وجواب والفقره الثانيه راح نتكلم على موضوع الزعل خصوصا الزعل اللي يؤدي الى الحقد والكراهيه بالعائلة الوحدة أو مع أي صديق أو حبيب موجود عندنا بحياتنا تمام عندنا هذه هنا عدة أظروف تختار لي واحد من هذه الظروف كل ظرف بسؤال يلا حبيبي خذي لي واحد يلا عافية طيب نعم شكرا نشوف السؤال اللي راح يطلع لكم بهذا الظرف إن شاء الله يكون سهل تمام شنو معلوماتكم عن الفضاء يعني على قد حالنا مش الحال ان شاء الله ما شاء الله
يلا هسه راح نسمع السؤال. ما هو الكوكب الأكثر سخونة في النظام الشمسي؟ زهرة. أحسنت أحسنت. عندك معلومات عن الزهرة؟ يا كوكب هو عن الأول أعتقد عطارد عن عن إيه عن الشمس. الزهرة عطارد إيه الزهرة. شنو؟ أحر كوكب الأول تقريبا تسلسل. لا لا لو عطارد العطارد وراش يجي. لا شنو؟ عطارد الزهرة. الزهرة. إيه؟ الزهرة هو ثاني كواكب المجموعة الشمسية من حيث المسافة بينه وبين الشمس. يبعد الزهرة عن الشمس نحو 108 مليون كيلومتر. قريبة. إيه مو كلش بعيدة. بالسيارة نوصل. إيه بس عارة بالنسبة لي. ومداره حول الشمس ليس دائريا تماما. وهو كوكب ترابي شبيه بكوكب الأرض من حيث الحجم والتركيب. سمي فينوس نسبة إلى إله الجمال هاي بذاك الوقت. وتصل درجات الحرارة فيه إلى 464 درجة مئوية. زين هاي مثل العراق. هاك عيني. ربحت ويانا جائزة من مجموعة منظفات من شركة دار العطية. شكرا جزيلا. الله يخليك. هسه راح نجي على الفقرة المهمة. زين. أبو من حضرتك ولد؟ أبو قدر. أبو قدر. قدر؟ قدر. أبو قدر. تسمع سمعت بالآونة الأخيرة بدأت هواية من حالات نسمع بيها من حالات الزعل والقطيعة اللي تحدث بالعائلة الوحدة. صح. أولاً بدي أسألك شنو السبب هذه الحالات اللي كثرت هذه الفترة؟ الطرف الثالث دائماً هو المسؤول. مو؟ أي يعني مثل ما هو الوضع إحنا بالعراق نقول الطرف ثالث طرف ثالث. طيب. هي العراق عبارة عن عائلة. فبالضبط الأمر يتكرر بالعائلة الوحدة. من يدخل طرف ثالث يزرع هاي المشكلة، يجي يخلي بهارات شوية هنا وبهارات شوية هنا فتتأجج الأمور. عن نفسي الحمد لله والشكر ما عندنا قطيع. ما واحد زعلان عليك؟ أكو الله أعلم ما أعرف صراحة ما أعرف. إحنا راح نجي على هذا الموضوع حتى تنقل رسالة. خاف واحد زعلان منك. زين. نروح لأم قدر. أم قدر. أم قدر عشتوا يا عيال؟ إيه الحمد لله. لحد الآن؟ الحمد لله. لحد الآن إحنا حقيقة هواية من الأمور نسمع عنها إنه أكثر المشاكل تصير بين العمة والتشنة. زين. لا بالعكس. لا والله بالعكس. هو يعني حبابات كلش. زين. يعني وقت ما أنا تمرضت يعني عمتي صاحبتي يعني موقف وياي ما ينسي للموت. الله يحفظكم. وبالذات يعني حمواتي يعني كلش مو بناتي أني يعني عبالك أمهن. حلو. والله مو بس بنات أخوهن. يعني مو من أقاربنا. يعني زوجتي من منطقة ثانية. من عشيرة ثانية. من ثقافة ثانية دخلت ويانا بعائلتنا رغم اختلاف الثقافات. حلو. بين العائلتين. حلو. وصار انسجام الحمد لله والشكر. تصير بكل عائلة اكو مشكلة. زين. لكن المشاكل احنا المشكلة ابو قدر اكو مشكلة اسمعك حكاية ربما أنا. تزعل مني شوية تصير على خاطرك. اكيد. يومين ثلاثة وتنفض كل شيء. لا يمكن الساعة بالنسبة لي. بالضبط. ايه؟ احنا شنو نريده؟ نريده للزعل اللي يودي للحقد. يعني هسه نسمع اخ حاقد على اخوه يحكي عليه ويسبه وكذا. ماكو شيء يستاهل. احنا احنا لو ننظر للامر نظره شويه ابعد من زاويه مغايره ان الحياه يومين. يوم اني واقف هنا وباكر جوال التراب. بالضبط. ما تستاهل يعني نهائيا. زين. مهما كان الشخص قصر بحقي واساء لي وحقدت عليه. زين. من اشوفه باكر عقبه لو كنت اني تحت التراب او كان هو تحت التراب. زين. هذه سنه الحياه وهذا حق. ممكن هواي امور راح نندم عليها سويناها. بالضبط. لا هو طبيعه حال الانسان من يبدي يحقد ويكره راح يحس نفسه ما مرتاح. طبعا ما مرتاح. طبعا. نرجع للمقدر هم هسه خلينا نحكي احنا صراحه حتى ننقل رساله للمشاهد. يعني لابد اكو صار مثلا في هي لازم شلون حاولتي شلون حاولتي تتجاوز احنا اثنين احنا هو هذا زين شلون حاولتوا تتجاوزون هذا الموضوع الخاطر والخاطر لازم اكو تنازلات. بالضبط. انا اذا احب زوجي اي احب زوجي لازم شويه اضحي والحياه مو كلها حلوه ولا كلها مره. احسنتي. لازم ها يعني مره هيك ومره هيك. الحياه ما تصير اذا كانت كلها حلوه وبنفس الوقت ما تصير اذا كانت كلها مره. هذا الهدف من برنامجنا. ايه؟ اشاعه روح التسامح والمحبه. كلامكم عاشت ايديكم ويا ربي دائما سعاده وصحه وعافيه. هذا ما نريد نوصله احنا للجميع العراقيين والمشاهدين وجميع من يتابعونا انه مثل ما قلت ابو قدر الحياه ما تسوى. اذا الانسان حقد على شخص وكرهه
فهو بالتالي راح يوصل مرحلة راح يخرج من هاي الحياة ولا يفيده هذا الحقد ولا يفيده الكراهية. أخير سؤال أبو قدر، ربما أكو إنسان سامع منكم حكاية أو أساء ظن فيكم، شنو اللي هاي كامرتك وأريدك توجه لها بمل الفم لكل شخص زعلته قطعته بحقه. هذا الكلام مو مني بس، حتى من زوجتي هو سهم توجه للناس نفس الشيء. احنا الحمد لله وشكرا من زوجتي واحد ان شاء الله. فهذه رسالة للكل مثل ما تفضلت حضرتك، اي تقصير اي خطأ زملائي بالعمل طلابي اصدقائي اي مكان من جوانب الحياة انا اعتذر، وكلكم اخواني واحبائي والحياه يومين ما تستاهل يا رب، ما كل شيء يستاهل ابدا يا رب. دائما قلوبكم صافيه الحمد لله والشكر، نسال الله ان يصفي قلوب جميع العراقيين. آمين يا رب. آمين العالمين. آمين. نشكركم مشاركتكم ويانا. شكرا يا ربي لكم. رمضان كريم عليكم، يعود عليكم بالخير والبركه. علينا وعليكم. شكرا لكم. السلام عليكم. السلام. رمضان كريم عليكم. علينا وعليكم يا رب، يعود عليكم بالخير والبركه. الله يخليك. الله يحفظك ان شاء الله. رحم الله والديك. وياكم برنامج صفي قلبك من وكالة الداعي نيوز. البرنامج بفقرتين، الفقرة الأولى سؤال وجواب، إذا جاوبتوا على السؤال راح تروحون هدية من شركة دار العطية للمنظفات، والفقرة الثانية وهي الأهم راح نتكلم على قضية الزعل اللي يؤدي إلى الحقد والكراهية خصوصاً لأهم المنظفات. شو المنظفات لأهم المنظفات يلا عاد احنا خليناها فقرة أولى المنظفات أهم شيء. تمام هسه عندنا احنا عدة أظرف، كل ضرب دي سؤال تختارين. عمو شو اسمك؟ سارة. هلا بسارة، يلا اختاري لي واحد. تمام اعطيني خلينا نشوف السؤال اللي راح يطلع لكم بهذا الظرف، شنو صعب سهل؟ كل حصلنا بطل زاهي. لا هي مجموعة منظفات يا زاهي. شلون معلوماتك عن المدن والعواصم دول العربية؟ زينة؟ بسيط كلش بسيط. هو شوف طلع لكم، ما هي عاصمة جمهورية مصر العربية؟ القاهرة. تمام زين، اكو ميزة بالقاهرة شنو تعرفها؟ يعني معلم مثلا؟ لا تميزها عن باقي المدن انه اكبر مدينة، اكبر محافظة بال اكبر مدينة مصر. لا معلومات بسيطة. اكبر عدد سكان يعني، اكثر عدد سكان مصر هي القاهره. تعرفون من هذا المعلومه لكم وللمشاهد الكريم. برج القاهره. القاهره هي عاصمه عاصمه جمهوريه مصر العربيه، واكبر واهم مدنها على الاطلاق، اكبر مدينه عربيه من حيث تعداد السكان والمساحه، اكبر مدينه، وتحتل المركز الثاني افريقيا والسابع عشر عالميا من حيث التعداد السكاني. يبلغ عدد سكانها 21,322,750 نسمه حسب احصائيات عام 2021. هذه القاهرة عاصمة مصر. تمام ربحت ويانا، جاوبت على السؤال ربحت ويانا مجموعة منظفات من شركة دار العطية. شوف حتى ثقيلة هي، هاي شلون راح اشيلوها ما ندري. الله يخليك، خليها بالقاع حتى لا تتعب. هسه راح نجي للفقرة الأهم. شو هاي الفقرة الأهم عندك؟ ما جاوبت ما تاخذون. لا بعد جاوبت. اي هذا بعد يعني صار المال بينا. بس هسه اذا ما حكينا اذا ما تبادلنا بالحوار بشكل صحيح اجي اسحبها من عندك. لا بالصبح وياك. ان شاء الله خير. هذا الموضوع حقيقة هو موضوع احنا نعتبره ظاهرة او حالة كلش خطيرة صارت بالمجتمع. قمنا نسمع اخي يحقد على اخوي ويكرهه، وصلت الحال انه ابن بدا يتجاوز على أمه وأبوه ويحقد عليهم ويكرههم. شنو سبب هذا أبو جمانة؟ والله سببها شوف احنا عفنا تقاليدنا وعفنا الأصالة وعفنا تربيتنا وأجيالنا مع الأسف يعني تقدر تقول هي مثل ما يقولون شون دبرت بليل هاي المؤامرة. يعني مثلا هاي تقدر وسائل إعلام الستلايت، احنا أول ما طبلنا الستلايت غير هواي من اخلاقيات المجتمع. زين بعد ذلك قمنا نشكي من الستلايت، اجانا شنو النوب للانترنت. زين النوب زاد الطين بله. النوب شنو قمنا نقول الواء على الستلايت وعلى هذا النوب، بعد ما نقدر نطلع منها. الاجيال صارت نظرتهم للحياه نظره ماديه بحته، ماكو لا اخلاق لا ثوابت لا اصول، كل حول الاصول كل من متبرر من اصله يعني يستنكف يحاول يقلد الغرب. شو ما شنو سبب هذا التغيير؟ هو الاعلام.
الاعلام ها الاعلام الاعلام سوق للاجيال زين خلينا نقول الاجيال اللي سوق لهم انه الغرب بس هم اهل الحضاره بس هم المثقفين بس هم المتحضرين صور لهم انه احنا متخلفين فلازم ما نسمع كلام امنا وابونا او جدنا او جدتنا على مود لان هذا تخلف خلي نروح ورا هذا اللي لابس مشقق بنطلون مشقق يذب عليه فد $50 على مود بنطلون مشقق او يلبس له فد شيء يعني مو من يعني هو مو من اصالته وصلت خلينا نقول نقدر نقول وصلت مفاهيم مغلوطه وخاطئه عن الحريه للمجتمع العراقي والمجتمع العراقي دخل مرحله جديده يعني مرحله الديمقراطيه والحريه بعد 35 سنة من الاستبداد خلينا نقول أو من الكتم على الحريات انفتحت باليوم يوم وليلة على الحرية وجا مرحلة جديدة هي الديمقراطية زين احنا اريد روح على أم جمانة جمانة اكيد عشت ويا عيال نعم. تمام لا تقولي لي ما صار في يوم من الأيام مشكلة ابدا هو يحكي لك صارت مشكلة يعني احنا بدنا نوصل رساله انه وايد اذا نسمع احنا هاي يمكن مشكله ازليه بين الجنه والعمه هذه المشكله الخلافات اللي تكون بين الجنه والعمه هي من الاسباب الرئيسيه اللي تؤدي الى الزعل وربما الحقد بين الابن واهله وبين البنيه واهلها او عيالها صحيح انت مريتي بهاي الحاله اذا مريتي شلون اجتازيتيها يعني والله انا بالنسبه لي يعني ما مريت يعني اعتبرتهم اهلي زين اي وهم نفس الشيء يعني هم كانوا يعني معتبريني مثل بيتهم هو هذا اللي يريد نوصله يعني نريد نوصل انه لو المراه الزوجه يعتبرت عيالها اي نفس هي اهل لها ما تصير مشاكل تعتبر عمتها يا امها زين فهاي تتحمل يعني تتحمل من عندها اذا صار مثل تقدر اخطاء فمن تعتبرها مثل امها تتحمل اكو سبب ثاني ابو جمانه يعني السبب المال الجانب المالي اللي بين الاخوه والاخوات الورث هذه الامور انت تعتبرها من الاسباب الرئيسيه طبعا للامور اللي خلي مرخصتك الابتعاد عن الدين زين خوش اساس كل المشاكل الابتعاد عن الدين ليش الدين دائما يقللك من اهميه المشكله خاصه اذا كانت مشكله ماديه نعم. ما شاء الله احنا مشاكلنا كلها ماديه زين مو هاي اللي تريد تطلع تريد لها بيت ومن يشتري لها بيت تريد بيت افخم ومن يشتري بيت افخم تريد اثاث احسنت ما تخلص الطلبات الماديه حتى الدين شو يقول؟ الدين يقول لك اقنع وتقول دائما الحمد لله وشكر مهما كانت ظروفك اذا دائما قنعت وقلت الحمد لله وشكر صدقني لو اتعز ظرف انت تكون نفسك ملك تحس نفسك سعيد هو شغله ثانيه ابو جمانه اؤمن بمفاهيم مغلوطه عن الدين ايضا هذا سبب طبعا يعني ربما انا جاي اقول لك الدين الحقيقي الدين بالضبط. الحقيقي اذا تمسكنا بالمفاهيم الصحيحه راح ما شاء الله حتى الدين شوهه بالضبط احنا تشوه الدين تشوه انا جاي اقول لك كل دين يعني كل لحيه انه هذا متدين هسه انت ما زعلان من شخص؟ لا زعلان من شخص واحد منو؟ ها؟ منو؟ شخص زعلان من كل انسان يلزم مسؤوليه ويقصر بيها اي زعلان من كل واحد يعني من رئيس وزراء ما شاء الله احنا كلهم قاطع الاصغر مدير عام والنائب مالته تلقي اول شيء يفكر به اول شيء يستلم المنصب اول شيء يفكر يكون اهله زين وناسه واطفاله ويسويهم اثر يعني ما لمسنا ولا مسؤول انه فكر يبدي العراق او يبدي ينظر لاي واحد صحيح اي شاب ينظر له نظره ابن لا هذول برايك يصفون قلوبهم بس هذول زعلان منهم هذول يصفون قلوبهم برايك يا هم ما يصف هذا منطبق عليهم الايه القرانيه ايش تقول بران على قلوبهم هذول من اكل الحرام بعد مستحيل زين يجي يوم يهتدون رساله اي خلينا نبدا منهم جماعه رساله اخيره يجوز ربما يوم من الايام واحد ساء الظن بيك من اقاربك اخوانك قريب عليك سويت بالتصرف يجوز زعل من عندك وانت ما تدري شنو الرساله اللي توجهيها عبر شاشتنا إلي شو تقولي له يعني شخص زعلان عليك هسه اقول له انا باريت لك الذمه زين اي ها هي يعني ما زعلانه من اي احد زين ان شاء الله الله لا يجيب زعل واذا هو زعلان عليك سامحنا نقول له وبرينا الذمه ان شاء الله الله يحفظك خليني اقول لك احنا الحمد لله وشكر احنا عائلة جدا سعيدة الحمد لله الله يديمها عليكم قاعدين بالايجار يعني خلينا نقول لك 100,000 ما تجيب بيتنا اي ما شاء الله الحمد لله وشكر اي
سيارتنا كسر كل كل 500 متر تعطى عادة ما تجي للماء كل 500 متر تعطى وانزل اهفيلها زين بس صدقني صدقني عايشين بسعادة هات شوف هاي بتضحك يا رب الله ماخذيها الله هي خلصانة هو هذا اللي خلصانة. هذا اللي ما يحل بقلبه حق الكراهية لأن حق الكراهية تعب الإنسان وأنا من قلت لك أنا ربطتها بالسياسة لأن أنا صدقني مو أقول لك أنا ما حد غلط بحقي بس صدقني ما حاقدين على أي بشر لا أنا ولا أي يعني رمضان كريم عليكم يا رب عليك رحم الله والديك الله يعوده عليكم بالخير والبركة شكرا لكم الله يحفظكم ويعافيكم إن شاء الله الله يخليكم أهلا وسهلا متابعينا الاعزاء لازلنا مستمرين وياكم بحلقتنا لهذا اليوم من برنامج صفي قلبك ومعنا عائله السلام عليكم شلون الاحوال ان شاء الله بخير رمضان كريم عليكم علينا وعليكم اجمعين يا رب يعود عليكم بالخير والبركه اجمعين أشكر. برنامج صفي قلبك من وكاله الداعمين برنامج فقرتين الفقره الاولى سؤال وجواب والفقره الثانيه راح نتكلم به عن قضيه الزعل والحقد والكراهيه تمام عندنا هسه هذا الظرفين راح نخلي الحلوه شو اسمك حبيبتي بنونه اي اختاري لي واحد طينيا خلي المايك يمك شو اختارت يعني تيه ترى هذا اختارتي هذا يلا يا ربي سؤال سهل يا ربي سؤال سهل بعد الله شلونكم بالعلوم بشكل عام؟ يعني ماشي الحال. ماشي الحال. ماشي. تمام. السؤال يقول أي من العلوم هو الأقدم في تاريخ البشرية؟ كعلوم من العلوم أول من استخدمته البشرية وقامت تعمل به. أكو خيارات يعني علم الأحياء وعلم هو ماكو خيارات بس أنا راح أساعدكم إذا ما وصلنا لا نتيجة راح أساعدكم. تمام. مو الطب لا. علم يعني هو فد من العلوم اللي يتناول أمور واسعة يعني علم الفيزياء يعني وهاي الأمور قريبة لهذا الموضوع بعد هو يتناول فيزياء لا يعني بما أنه هو قريب على الفيزياء وانت قلت هيك شيء فأكيد علم الفلك أحسنت علم الفلك علم الفلك معلومة راح أنطيها لكم وللمشاهد علم الفلك هو علم طبيعي يدرس الظواهر الفلكية والأجرام السماوية يستخدم علم الفلك الرياضيات والفيزياء والكيمياء لشرح أصل وتطور تلك الظواهر والأجرام تشمل الأجرام المثيرة للاهتمام الكواكب والأقمار والنجوم والسدم والمجرات والمذنبات ربحتوا ويانا جاوبتوا على السؤال وربحتوا ويانا مجموعة منظفات من شركة دار العطية شيليها لو ثقيلة عليك ثقيلة عليك خليها نانا عافية بنونة زين شكرا جزيلا هسه راح اعطيني المايك بلا زحمة راح ندخل على الفقرة المهمة بالبرنامج هم زعلانين من شخص؟ زعلان من شخص أولاً؟ أبد ما زعلان أنت أبو بنين مو؟ أبو بنين أبو بنين أبداً؟ لا الحمد لله حتى حياتك كلها؟ لا ما عندي زعل حتى اللي زعل من عندي ما أدير بالي يعني ما أنا زين ما زعل من عنده قمنا نسمع بالآونة الأخيرة مع كل أسف طبعاً أنه كثير من حالات الزعل بالعائلة الوحدة أخي زعل أخوه صح يقطع عنه لأسباب تافهة برأيك أكو سبب يستحق أنت مثلاً حضرتك نعم. تزعل ويا أخوك أو أختك أو أي قريب عليك الصراحة أنا ما أزعل عن نفسي يجوز أخوي يزعل عني أختي هو بشكل عام أكو سبب ورح أعطيك الأسباب يعني هي الأسباب صراحة ما يعني لا شيء ما تسوى يعني وهي ممكن تكون مادية ممكن تكون يعني غيرة أو فد شيء من هذا القبيل عدم تواصل أو يفهمك بالخطأ هذا إذا نريد نقول أول سبب رئيسي يؤدي إلى الزعل شنو برأيك اللي قلتها سألتها أول شيء قلت الجوانب المادية يعني المالية نعم بعدين الحقد والغيرة حقد والغيرة أو يفهمك شنو أول واحد نقدر يعني أول سبب ممكن هو يكون دائما سبب بالزعل يعني سوء الفهم أول سبب حلو دائما سوء الفهم يكون يعني دائما سبب أشكال بعدين ورا فترة هو يجي يقول لك أنا غلطان أنا هيك يعني غلطان بحقك زين أم بنين مو أم بنين أكيد تعيشتوا يا عيالي لا والله ما عشت وياهم صراحة أكيد يعني تروحي لهم وتجيهم وكذا لهم. أكيد سامعة بالمشاكل اللي تحدث بال صحيح المرأة لما تتزوج تروح بيت عيالها وكذا صحيح شنو رأيك أو منو المسؤول بالمشكلة اللي تحدث
بالعائله الوحده يعني المره من تروح يم عيالها من المسؤول الزوجه او العمه او اخوان الزوج وهي المرتبه الاولى المرتبه الاولى هو على الشخص صراحه او نوبات العمه نوبات الزوجه نوبات الاخ فهي يعني كل عائله وشكل وياها يعني الزوجه تقدر تتجاوز بعض الامور طبعا تقدر تتجاوز هواي امور نوبات تقدر تضع على نفسها اي اذا كانت متفهمه اكو لا اكو اللي يحب المشاكل صراحه واكو عمها ما تحب المشاكل واكو جنها ما تحب المشاكل فكل العائله وكل هاي مشكله اذا كانوا يحبوا المشاكل صحيح صحيح ننتقل ويا الاخ حبيبي اسم حضرتك شنو احمد توعدك ما متزوج بعد ما متزوجين الحمد لله تتزوج ولا لا شايف في بالك بعد ان شاء الله هم زعلان من صديق شيء انت او صديق والله هي الزعل يعني الحياه والدنيا ما تسوى واحد يزعل على شخص زين يعني كنا اخوان وكنا زملاء وكنا اصدقاء اليوم يعني وانما مو تزعل وانما شيل قلبك على شخص انه ما يراجعك او ما يسال عليك هو هذا نقطه مهمه هسه ربما مثلا انت سمعتني حكايه صديق سمعني حكايه ممكن اني ازعل وياه احسسه انه انت ترى خطأت وياي بس انه احنا بدنا نحكي على الزعل اللي يؤدي للحقد والكراهيه لا هذا بعيدين عنه لانه ماكو شيء سوى حتى يؤدي للحقد والكراهيه بين اخوان وبين الناس وبين بالضبط. اي شخص رساله 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 اخيره ابو بني حبيبي يجوز اكو شخص دا يسمعكم عبر شاشتنا انتم مصرفين وياه تصرف بغير قصد وهو هسه الرجل زعلان منكم يجوز او شايل خاطر عليكم والله ما اعتقد احد زعلان من عنده بس اذا زعلان خلي يراجع نفسه ويشوف ممكن هو الخطا مو انا الخطا بحقه اي ان كان سواء صديق سواء قريب سواء اي كان وعندي نصيحه بشكل عام يعني الزعل ما يسوى وماكو داعي خاصة نحن نعيش ظروف صعبة بالعراق زين. فاللي زعلان يروح يصالح وشوية يتنازل زين. يعني يتنازل عن نفسه والتسامح حلو زين إذا واحد زين. خطأان ويجي يعترف يقول أنا خطأان فيروح يعني يسامح يسامح نعم تمام مبنين واحد جوز واحدة زعلان من تسوى ما تدري بيها شلون تقول لي الهد أقولها يعني أنا ما عندي مشكلة ويا أحد وإذا أنت زعلانة من عندي فأنا ما عندي شوية الصراحة وان شاء الله ماكو زعل بين العالم ان شاء الله والبيت يعني قلبك صافي الحمد لله الحمد لله شكرا لكم رمضان كريم عليكم نشكركم على مشاركتكم ويانا اهلا وسهلا بكم الله يحفظكم بنونه اني بوسه حبيبتي سامح المخطي اذا تقدر تسامح كل شيء زايل وحتى الجرح زايل كل شيء زايل من الدنيا ورايح وش بتعطي في حياتك بالمقابل سامح المخطي إذا تقدر تسامح كل شيء زايل وحتى الجرح زايل كل شيء زايل من الدنيا ورايح وش بتعطي في حياتك بالمقابل لو ظل